الصورة وأنا مثلكم. ومرة بأمريكا كان في ست بعتني ميتشو لعندها، طلبوا مين بيقدر يساعدها بحي ما فيني إلكن شو فقير، يعني من فوق حي فقراء كثير، وهالقد في فقر، وهالقد جبت 900 باوند هيك. قلت لها معناته انه عندك شهية للأكل وعندك طاقة أكل تهضميها، ومعناته عندك طاقة حياة، بدك هيك بدك هيك. بلشنا نحكي، كان في حد الرهبات يعني بحبهم كثير، وهيك كنت نفكر كل حياتي إن شاء الله لاقي دير هيك للرهبات أو بتيت سور وغير. إنه كيف ما قدرنا نعمل شيء؟ ما شفتيهم الرهبات كلهم حدك هيك هيك هيك. قالت لي لو بتعرفي ليش أنا كل الوقت عم باكل. العلة منا بالأكل ولا بالشهية، العلة بنوعية الأكل اللي عم ناكلها. بدي اشكره لهالطربوش، خبرتكم مين اللي بيعملوا هون بلبنان. بدنا نشتري دايما منكم. حرقنا الطربوش ما بقى بدنا راس طربوش. هالاكل بيوصل من راسك لاجريك. هالاجرتين الصغار حملوا 1000 كيلو. قديش نقوية هو تحملين 1000 كيلو، ما هيك؟ فإذا لما نحملوا هالألف كيلو يا مريم بيقدروا هن اللي بيشيلوهم. هلا ما فيها تمشي. بتاخذ كل الوقت والناس بحبوها، قال بيجوا بيزوروها وبيجيبوا لها أكل. فتحوا مطعم هلا وفات على الأم العربية وما رح سمي لكم إياه. كلوا أكبر بيتزا، همبرجر. وإذا صار لكم أي مرض على حسابنا بنحكمكم. وهلا هيك اجسامهم واجريهم هي ما بتكبر، يعني بتتحمل بتتحمل. اذا بتشوفوا شو في طاقه هون على الموقع، بتشوفوا قديش هالاجرين مهمين. مش اجل لك اجري، لو ما هالاجرتين ما جيت. بتشوفوهم، انتبهوا، مانيكير بيديكير، انتبهوا. بيجعني هون، ليش؟ عم بشك الضفر هون، اتركوا الضفير تكبر هيك وقصوها، ما تخلوها تغرز، لانه وقت بتغرز هون ضرب الكبد، تغرز هون ضربت الرئه، تغرز هون ضرب لسان رفيع. انتبهوا، مش انه تقبعوه هلا صار ما بقى يغرز، بكره بده يطلع، بدك ترجعي تروحي بعد جمعه. هيك بدنا نضل مانيكير باديكير؟ انت فيك تقصي شعرك، وانت فيك تبردي هون، وانت فيك تبرديهم هون. تفي كانوا اهلنا لانهم فلاحين، ولا مره امي عملت باديكير مانيكير بالضيعه، ما كان في هيك. يقعدوا يغسلوا، ينزلوا على الزيتون، يدقوا بالتراب، التراب تبرحشهم شوي من هون، ودق بشي حجره من هون تقتصلي اياه هيدا، خلصنا. شو عملت انا فيها؟ ما صومتها صوم، لا، بلشت انا وياها ناكل نمضغ. مضغ مضغ، غيرت الاكل. اكيد جسمها بيترهل. قلت لها ما بقى نعمل عمليات تجميل، انه عمليات تجميل، طبيب التجميل كان اسمه وور دكتور، طبيب تجميل، لانه بالحرب صاروا يركبوه يشيلوا مثل السياره، بنشيل هالدولاب بنحطوها، بنشيلها بنحطوها، بنشيلها بنحطوها. وهلا لا تغيروا في خلق الله. ايه جوزي ما كان جاي، هلا صار جاي، لانه شلتي له الكبد، حطيتي له الكبد كبد، وبنتي ما كانت هيك، وايدك ما كان، وهيدا ما كان هيك يشرب خمره ومخدره، لأنه غيرت بالسيارة. هلا وقت اللي بلشت تغير أكلها دغري، أنا حطيت إجري قدامها وصرت أنا أشتغل هون، أشتغل على حالي، وهني الأصحاب يشتغلوا معهم على الإجرة، على الإجرة، حتى تصير إجرة مثل إجر الفرس. فيني أقدرها هيك. صرت أنا أعمل هيك، نحط لها تحتها كله، معلش معلش، بعد شهر شوف شو بده يصير فيك. طيب جسمي عم بيترهل، لا بقى تقولي قولي الحمد لله اللي جسمي عم بيترهل. الحمد لله اللي جسمي فيه طاقة عم بيشطشطوها. شوفي كيف بدهم يشدوا. فتحجر، قلت لها رح اسقيكي بزركتين، رح اعمل لك هيك لحالها بتشد. مش الرمة لحاله بشد هيك.
قلت لها هلا انت فيكي تقري ما هيك؟ خلص بلشي تقري. كنا نحط مش مثل اليوم في تلفزيون هيك من 40 سنه. صارت تقرا بعدين حط لها على التلفزيون. صارت تسمع تقرا تشوف كل يوم خبرينا شو النعم اللي عندك. صرت اقوم على الحمام، صرت امشي، صرت حس عم بيوجعني هون. وين؟ هون. طيب يلا حطوا له شيء هون، زيت زيتون، زيت بسكتين، تمر. ليك التمره شو بتعمل؟ صرت جيب لها تمر من السعوديه مش من امريكا، لانه احلى تمر هونيك عمتكم النخله. بعدين نحطها على الشجر، صارت تقدر تمشي. طبعا صورناها لحتى هي تقدر تشوف، وحتى غيرها لما بيشوفوا كانت هيك وصارت هيك وكلهم. وصرت بلش تطلع على الدرج، تطلع على الدرج. فرجيتكم صوره كيف كانت، بس اخذ 15 سنه. 15 سنه صارت تطلع على الدرج، تطلع على الجبال. طبعا بس تجي الثعلبه هيدي ما تحطوه وقت تطلع تجيكم أكثر سعلي. هون على الصور بتشوف إذا كانت السعلي قوية كثير حطوا إيدكم هون، خليها تطلع، خليها تطلع. It's a discharge. حطوا دكتور هاس HASS عنده كل نقطة لوين، هني كلهم على الإجرين. وهيدا طبيب وصاحب مستشفى وسكر المستشفى، قال لهم تجوا لعندي على البيت. وبعدين المستشفى صار مطعم، وروح أنا هونيك وليد طبيعي بالمي ونطبخ وتجي الناس بس تاكل وتعيش. هلا هالمرة هودا جوزة وولادة عطيت لجوزة ولولادة، نعم عطيتهم مرض، ثلاثتهم ماتوا، جوزة مشلول لأنه هي بس صحيت وهيك ما قدرت تعطيهم لأولادها، ما غيرت لهم لإلهم. وأنا كان همي أنه تغير للأولاد كل وحدة منكم. هي استفدت على القليلة بالمخفة، عمليها للأولاد وبلشي حطي كتب بالبيت وبلشي خبريهم لما بيشوفوا أنت عندك سرطان وصحيتي. يعني لأنه ما بقى تطلعي على التلفزيون كتير، بتقعدي على الإنترنت ساعة بالنهار وخلاص. روحي مشي تنفسي، كلي اكل الحيوانات منا مريضه. شو اكلت الدجاجه؟ شو اكل الارنب؟ شو اكل هي؟ شو اكل هي؟ البسينه عندها انياب تاكل كثير لحمه، والكلب هيك والاسد هيك، بس الدجاجه والبقره والمعزيه والخروف مثل عندهم هيك. هذه تقرا الكتاب خير جليس، مش المهم انت تصحي يعني، بس لازم يكون غيرك يستفيد. هلا مش بس قصه اكل، الاكل هو الباب. غذائكم دوائكم ودوائكم غذائكم. بس تحسي حالك فرحانه ما تروحي على المطبخ، بتصيري تفتحي فرحانه بلعي ريق، انبسطي بالفرحه اللي انت فيها، ما تحطي لها اكل. زعلانه؟ طيب ايه زعلانه، بس هالزعل رح يدوم يا مريم، كمان رح يروح، في له حل. في شي بدون المصيبة بتجي كبيرة وبتصغر، كل حال يزول. اوكي لا يصيبنا الا بنتعلم، لانه وقت بدي روح بدي اكل، هي اللي عم بياكل بس يا ريت عم بياكل، عم بيزلع متى ما فات من البلعوم لتحت. بدك 120 يوم تشيليهم، الحمد لله. لا انا 4 اسابيع ما فات سكر على جسمي ولا شوكولا، كنت النهار ما اكل شوكولا يا لطيف. معلش اذا حسيتي بدك خديها، بس اعملي حطي قليل من السم حولي الى دسم، اكسير الحياه. الحبيب اكل السم وقت فات لعند اليهوديه، قال لها ما خليت اخوتي ياكلوا بس هو يخلص نفس. وقالت اشهد ان لا اله الا الله وانت نبي الله. قال لها عندك خي عيسى، خي موسى، خي ابراهيم. أنا ما جبت شي جديد، ما في شي جديد تحت الشمس، جاي أذكركم بس لأتمم. هلا ننتبه شو بنحكي ومنسترسل، رح أقرأ لكم إياها ما ضوم كثير. يا
يعني ما في حدا ما بتصير معه هالقصص، وقت بتكون فيك هيدي في كمان. احنا كلنا مثل المسبحه، في خيط هيك جمعنا كلنا 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 هيك خيط. هالخيط هو نور، وهالنور له مسلم ولا هو درزي ولا هو مسيحي ولا هو بوذي ولا كريشنا ولا رجل ولا مره، كلنا الحقيقه هيك وحده 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 جمعتنا كلنا. حرمتين عم بدرجوا، قالت له الوحده ليلة امبارح كانت من احلى ما يكون. كيف كانت ليلتي؟ قالت للثاني كانت بايخه. جوزي اجى على البيت المساء واكل العشاء وبثلاث دقائق وبعدين راح ونام. قالت له لا، بالنسبه لي كانت من اروع ما يكون. جوزي اجى على البيت المساء اخذني نتعشى برا بمطعم رومانسي، وبعدها تمشينا ساعة كاملة، ولما وصلنا على البيت ولع كم شمعة بالبيت وقعدنا ندردش ساعة كاملة. أوه كانت ليلة خيالية. هلأ التقوا الرجال اتنيناتهم وصاروا بدهم يدردشوا هن وقاعدين بالشغل. كيف كانت ليلتك امبارح ولا؟ آخ، قال له شو بدك؟ سلامتك بس. امبارح وصلت على البيت وكان العشاء جاهز، تعشيت وحطيت راسي ونمت. ليلة ممتازة، قوام تعشيت ونمت وبلا ما اسمع لدردشتها وحكيتها. قال له الأول أوف، كانت ليلة مأساوية. وصل بالبيت وما كان في عشاء لأنه الكهرباء مقطوعة، لأني أنا ما دفعت الفاتورة. اضطريت آخذ مرتي على المطعم ونتعشى سوا، ويا ريتني ما رحت لأن الأسعار مولعة بالمطاعم، وما معي كان فلوس عشان نرجع بتاكسي. اضطرينا نمشي ساعة كاملة لحد ما وصلنا على البيت، ولما وصلنا ما في كهرباء، ولعت لك كم شمعة بالبيت وأنا مهموم وما قدرت نام، ومرتي قاعدة حدت قر وتقرقر وكل الوقت تحكي وتطق هالحكي. كانت ليلة أتعس من هيك ما في. كل واحد شايفها مثل ما هو، يعني كما تراني أراك. كل واحد يعني بيفسر على ذوقه كيف هو بحس. بتعرفوا إنه واحد هيك يعني ولد صغير اجى على البيت، لا جيت بكير ولا امه شو بدك يعني انه اجي بكير ولا اجي شو بدي خبري؟ هون في كان هونيك عود صغير، انا ماني عارف انه بالمدرسه هيدا عود صغير، وانا كنت مقبعه معي تاري هيدا ديناميت، ولعت لك يا الديناميت بالمدرسه. ولك كيف بدك تروح بكره على المدرسه؟ قال لا، شو يعني مدرسه؟ هالانفجارات الاولاد عم تتعلمها وعم بتفجر المدرسه وبمن بالمدرسه وبمن بيجوا بيفحصوا بعدين، ايه ولد هيدا حطوه بالمدرسه المعاقين. كم قتيل راح مش مهم. قال هيك رجال ورومانتيك، يعني رجال واثنين بحبوا بعضهم هو ومرأة، وقاعدين اس ام اس مدري شو عم بيبعتوا هيك. قالت له لك جيب لي شيء معك هلا بس تجي، ولا بعت لي شيء. قال لها شو بدي ابعت لك؟ قالت له شو ما كان مطرح ما انت موجود، شو في عندك مطرح ما انت موجود وبعت لي. قال لها انا بالحمام قاعد على كرسي الحمام، شو بدي ابعت لك؟ انه المهم تطلب، المهم بدك شيء تكرم عينيك. مثل المرة اللي مع كلب وجوزها، قال لها البوليس شو بكي؟ قالت له كنت انا والكلب وجوزي مدري وين راح. قال لها كيف هو جوزك؟ شو طوله؟ قالت له ما بعرف. قال لها طيب شكله هيك عيونه؟ قالت له ما بتطلع بعيونه، ما بعرف طوله قديش يعني وشكله. صار يسأل هيك سؤالات انه طيب بفهم اسمه قلتي لي، بس انه هيك تفاصيل شيء عنه تقدر اعرف؟ ما بتطلع كثير بالتفاصيل بجوزي. قال له طيب الكلب؟ قلت له الكلب؟ امبارح اشتريت له جنزير من هيدا المحل ودفعت حقه هالقد بالجنزير، صارت تحكي عن الجنزير. والكلب شو بدي اقول لك؟ ديناه هيك وعيونه هيك وجه. قال له تعال نفتش على الكلب، بركي اذا لقينا الكلب بنلاقي جوزها معه. ما بدها جوزها، ما في وحدة ضاع جوزها، رحت على الكركون مع بنتها. قالوا لها كيف جوزك؟ قالت له طويل وهيك كثير فقرات وشعرات وشقر عيونه خضر وهيك ومدري شو، وحسابه بالبنك هالقد. قالت لها دادي
مامي دادي is not like this. أمي بي منه هيك عطلة سكتي مين بده إياه. تعطيهم تفصيل رح تاني خليجي. ما صدقت أنت راح. واحد راح على الكركون. قال له جاي يخبركم إجا حرامي على البيت. قال له إجا حرامي عندك. قال له ما بدي الحرامي. فات وسرق اللي بده إياه وما وعيت مرتي. بدي أتعلم منه. كيف فات وما وعيت؟ أنا شيء إني بفوت بالشارع بعد ما صفيت السيارة بالجراج بلاقي أنطرت ووقفت وبلشت. وين كنت وين رحت وين جيت ومن هالشعرة لمين هون وتت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 ت
لأنه هي شغلات عم نعيشها. كان هناك صديقين عم يمشوا بالصحراء، خلال الرحلة اتخانقوا الصاحب مع بعضه، قام واحد وضرب الثاني، كتب على الرمل: صاحبي حنطون ضربني هلا عوجي. شوي مشيوا، في شجرة بدها توقع، ضربوا وشدوا من حد الشجرة أحسن ما توقع عليه. ضربني جو صاحبي، كتب على الصخر، على وجهي اليوم. قال له فسر لي. قال له هيديك من غضب، الغضب بيروح، بس هيدي من حب والحب باقي. مش إن هيك المسيح قال: وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وبيعتي. شافوا إنه بين كل هالتلاميذ في أمل، ببطرس، ببولس، في بتوما، بمريم. كل واحد منا انت في قلب الخير وقول: شو عملت لنفسي؟ وقت بحب نفسي حبيت العالم، وش بكرهي نفسك؟ انت بتحبي نفسك يعني عندك ايجو. نفسي ثم نفسي ثم نفسي ثم نفسي ثم نفسي، طيب نقطع نفسي. اذا ما حبيت نفسي، اذا ما عندي مي، كيف بدي اسقيك مي؟ وقت بتعرف من عرف نفسه وعرف ربه، بس مش بالكلام. انا سمعت كثير كلامكم هاللي بعرفهم منكم انتم، بس نعم كلكم كلام بكلام. نعم تعلموا تكتبوا ألمكن على الرمل، بس نحطوا المعروف على الصخر. هيدا معروف، الأم بتضرب ولادها لأنه بتحبه، بعدين بيجي بيقعد بحضنا كل نهار بيلعب مع بيه، بس عشان بينام حد أمه، لأنه بيعرف هالأم 90,000,000,000 سنة عاش فيها. عمر الرحم هيدا عمر حي قيوم. هالقصة حقيقية، بحب أقراها بنوع خاص هلأ بلبنان، لأنه قد ما عم بشوف عم نعمر مساجد وتنكتب اسم مسجد فلان ومسجد فلان واسمك على المساجد. في ملك من الملوك بده يبني مسجد بمدينته، قال أمر من الملك، ما حدا يساعد وما حدا يحط صدقة ولا شيء، هذا الملك أنا، وأنا من مالي الخاص، والملك بده يكون باسمه والمسجد بده يكون باسمه. طبعا الملك كلهم عمروا هالملك، اسمه تنقول كذا وكذا، ما ادري وين مسجد باسمه. هالمسجد حلو كثير، حاطط اسمه عليه. حس هيك كأنه شاف حلم مكتوب اسم مرة. روحوا شو بدها اشوف، شو حفرين؟ حفرين اسمك يا جلالة الملك. تاني ليلة كمان اسم مرة. هاتكم غلطانين، روحوا شوفوا لي تشوف. راح ثالث ليلة كتب اسمه، قال له جيبوا لي هالمرة. اجي خافي، قال له انت ما تخافي، بس قولي لي الحقيقة، ساهمتي دفعتي شيء صدقة للي اشتغلوا للي عملوا؟ قال لا، بس رح اقول لك الحقيقة، دخيلك لا تقهرني لا تظلمني لا شيء. انا مرة كنت مارقة وشفت في حمار مربوط بإجريه هيك عم بجرب يفكهم من الحبلة، ما قدر وبده تيروح، في سطل كان هوني في مي، عطشان بده يروح يشرب من السطل، يعني قلت تفك له إجريه من الحبلة وقربت السطل لإله، بس بده عطشان بده يشرب، قربت له السطل تشرب، ولا أنا حتى أعطيتهم شيء لإلهم ولا شيء أبدا، هيدا من مالك وباسمك. قال له نحفروا شيلوا اسمه، نحفروا اسمه. نعم، فأمر الملك
أن يكتب اسم المرأة العجوز على هذا المسجد. فإذن يلي بيعمل عمل ذرة خير من قلبك، ألا إيمانك شفاك لا أنا ولا بي المسيح. قال الله أدعوني أستجيب. خلص استخارة بتشتت الدنيا. ما بقى في ما بقى عم ندعي الله الحقيقي. قال له يا بنتي بدعي الله ما بيبعت لي شيء. قال له الله اللي بتعرفه غير الله الحقيقة. لنتعرف على الألوهية اللي فينا لازم نقوم بأعمال ألوهية. شو عملنا لحد هلا؟ بعدنا هيك كل ما حدا عم يحكي حقيقة عم نجرب نقتله وبنقتله. وين راح أنطون سعادة، كمال جنبلاط، السيد موسى الصدر، كتير هون، كامل الصباح وغيرهم وغيرهم من هالناس. والله يسترنا يعني. بضل عندي خوف بس هلا بقول لي تكن مشيئتك وتهتز الأكوان، وأنا جزء نقطة من هالمحيط، تهتز النقطة. قال أنت تعال عندي ماشي، أنا بجي هرولة بس ليطمئن قلبي، بحب عيش بجماعة، إنه الموت مع الجماعة رحمة. جلس عجوز حكيم على ضفة نهر ومعه تلميذه. طلع هيك لقى في عقرب يعصو، يجرب يصلح العقرب نايم هيك على ظهره يعصو. آخ يصرخ آخ. قالوا له صرت مجرب 3 مرات وكل مرة عم يعصك، لشو بعدك عم بتحاول تخلصه؟ قال له هو عم بيموت بعده عم بيعمل شغلته، هي وظيفته إنه يعصنا العقرب، حد العقرب لتقرب، حد الحي يفرش ونام. قال لهم أنا بعدني بصحتي بس أنا ما بدي أعمل عملي. شو بدي أعمل؟ أنا هيدا دوري. كل واحد منا يسأل حاله شو دوره؟ شو إجت تعمل مريم بهالدنيا؟ أكل وأشرب ونام وكنس ومسرح رجلي وأطبخ وخلف وتجوز وطلق وصاحب ورقص وغني وكل هون، بعدين شو سبقني على القبر؟ ما بيوسع قبري إلا أعمالي يعني. بس إذا أنا عم بعمل خطوة تجي الجلوة. انتبهوا، علقت في الشارع ورقة مكتوب عليها فقط 20 دينار على من يجدها، رجعوا ليها على العنوان الفلاني، الرقة شقة رقم 76. معاشي صغير وعندي حاجة وما بقدر اشتري خبز، مشان هيك إذا بتحبوا يعني لقيتوا هال20 درهم 20 دينار ردوا ليها. بيقوم رجال ياخد 20 دينار من جيبته، بفوت على البناية بدق على الباب. قال له أنا لقيت ال20 دينار يا حبيب قلبي، ودعيت له. قالت له صار أنت 13-14 رجال جايين وجايبين لي إياها، أنا ما بعرف أقرا وأكتب، مدري مين كتبها، بس إيه ضيعت. بس دخيلك هلأ رجع اكتب أو شيل الورقة خزقها أو حطها مطرح تاني، بتلاقي في حدا عجوز وختيارة ومثلي، وأنا رح رجع لك إياها. أخذتها وبرجع لك إياها ورح شوف وحدة تاني، أنا معي تأكل هلأ لشهرين 3-4، والله كريم مدخولي بيأديني يعني إني أكل فيه، رح شوف غيري. يا حبيب قلبي شوف فجار تاني محتاج وأنا هلأ صرت غرقاني بالنعم بفضل هالناس اللي إجوا لعندي كلكم. فإذا نحن شو دورنا هلأ؟ هاي صورة بترجع بتذكرنا ونضلنا نتذكر نحن بأمة العرب ضرايبنا وين بتروح؟ 0.1% للصحة وللبيوت وللعلم، كلها 600% بتروح صواريخ على الحروب وعلى الدمار. ما رح يكون في سلام يا أخوتي. كلنا بنحكي باسم السلام والمحبة والاستقلال والرقي والحقيقة، كلنا للبطن لتحت البطن. أنا ما بروح بحضر كلنا للوطن ولا أي نشيد، هيدي كلها كذبة وصدقنا أولادنا وعلمناهم.
انتبهوا ما تستفتي إلا قلبك ولو أفتوك. فإذا هالمرة اللي شفته شكلها هالقد ناصحة هيدي بسببنا كلنا، بسبب جهلنا وبسبب مطاعمنا وشغلنا، بدنا أكثر مصاري، بدنا أكثر مال، جيبولنا جيبولنا أعطونا. جيبوا أولاد مهضومة وحطوا نتات، نعمل مسرحيات ببلدنا ببيوتنا. المرة ببيتها تشتغل قد ما فيكي خليكي بالبيت، صارت أشبه الرجال والنساء، كلنا بقى نطلع لبرا. أنا مش شغل هي بعمله، مش عمل، ما بتقاضى عليه أبداً، بعيش من وراء الصدقات اللي الله بيرزقها. الحمد لله اللي في تلفزيون عطيني مكانات والشباب وطاقة يومية، فيني أخذ ساعة كل يوم، بس هالساعة هي لحظة، ما لنا وقت ساعة عبد الله يعني. سألوا حالكم ليش غير محطات ما بتحط هالعلم؟ جيبوا كل النكت اللي عندكم. ايه بقولوا هيدا هالنكتة، ها اجي اجوا بتعرف سوريا هلا بلبنان وهيك، واجوا ولاد سوريين على المدرسة وانبسطت لمعلمة وانه قالت له اهلا وسهلا فيك، شو اسمك انت؟ قال لها انا شامي. قالت له اهلا وسهلا بكل اهل الشام، يعني ما في حدا بلبنان ما عنده قرايب بالشام، اذا بتروح على طرابلس كلهم سوريين. ما في حدا، حتى الارمن هونيك، ارمن حلب، ارمن طرابلس. اهلا وسهلا فيك وبكل الشام وهيك، بس انا عم بسالك شو اسمك؟ قال لها انا شامي، شامي، انا شامي. قالت له فهمت يا حبيبي، بس عم بسالك اسمك انت شو؟ قال لها اختي اشمي شامي. مهضومين كل واحد منا بتعرف انه هاي نكته ما في قولها. بس هلا بدي فرجيكم هل ويب بكره بحكي عنه www.firemastery.com. كلكم رح تنبسطوا بهالغنى بدون ميل، واهلا وسهلا فيكم.